راديو نيل. لو عندك روبوت ايه اكتر مهام ممكن تطلب منه ينفذها مكانك؟ قولي لنا انت بقى يا ميرا، يعني ايه اكتر حاجه ممكن تحبي الروبوت يروق اوضتي؟ يروق اوضتي بليز، لو سمحتوا اخترعوا حاجه تعمل الموضوع ده. غيرها بصي، وانا مش عارفه الموضوع ده ينفع يتعمل ولا لا، ولكن اللي هو عشان يعني بعيد عن مدينه الانتاج بمسافه محترمه يعني، فهو يجي المسافه دي يعني يشيلك يوديكي مثلا يطير بيه يعمل اي اختراع بحيث ان انا اوصل هنا بسرعه يعني. زي ما شفنا في الكرتون. طيب يمكن في ناس برضو علقت على الموضوع دوت، يعني في حسين عبد الهادي بيقول يرد على رسائل المعايدات. تخيلي كده، موضوع فعلا المعايدات ده موضوع مهم جدا، لانه في حد بيضطر يبعت 100 رساله. تخيلي كده، فانت رساله لايه؟ يعني مثلا لو عيد، في عيد مثلا، العيد عيد رمضان مناسبه رمضان حاجه، فتلاقي حد مثلا هيبعت لكل اللي عنده. في ناس متخصصه في ده، يعني مش بتبعت للمقربين بس، تبعت للشغل، بتبعت لكل اي حد يعرفه او كل الموبايل. فيمكن دي برضو بتبقى حاجه بالنسبه لناس كتير ممله، فهو بيقول لك يرد على رسائل المعايدات. في ريم كمان بتقول يجهز الاكل. هي دي يعني بقى ممكن تكون واحده تعبانه جدا في المطبخ وكل يوم بتعمل اكل جديد. على فكره حاجة حلوة قوي، خلي بالك برضو موضوع المطبخ ده بياخد وقت كتير جدا. انك تدخلي تطبخي بجد مع واحدة بتشتغل بياخد وقت منها كبير جدا. يعني المطبخ بياخد وقت كبير، فانت على ما تخلصي شغلك وبعدين تطبخي خلاص اليوم خلص. لا، وهي دي كمان ان احيانا انا عارفة ان الاكل مزاج، بس يعني دي كلها اماني عند الناس يعني. لا، في كمان ستات بيوت عايزين حد يروق وراهم المطبخ، يعني اللي هو انا محتاجة مثلا المطبخ مثلا بيتدربك وراهم هما. لا، انا ما ادخلش المطبخ وهو مدربك، وما اخرجش منه وهو مدربك برضه.